السلام عليكم ورحمة الله تلاميذ المستوى الخامس مرحبا بكم في حصة جديدة في الرياضيات اليوم سنتعرف على درس قياس الزوايا إذن أولا سنتعرف على أنواع الزوايا إذن هذا عبارة عن تذكير لأنواع الزوايا إذن الزاوية الأولى الزاوية الحادة إذن الزاوية الحادة هي الزاوية التي قياسها أصغر من 90 درجة يعني ما بين الصفر و90 درجة ثم الزاوية الثانية الزاوية المنفرجة الزاوية المنفرجة دائما قياسها يكون أصغر من 180 درجة وأكبر من 90 درجة يعني ما بين 90 درجة و180 درجة ثم الزاوية الثالثة الزاوية القائمة دائما قياسها يساوي 90 درجة رابعا الزاوية المستقيمة هي الزاوية التي قياسها دائما يساوي 180 درجة إذن الآن سوف نمر إلى قياس الزوايا يعني كيفية قياس زاوية معلومة إذن لنقوم بقياس الزوايا التالية باستعمال المنقلة إذن لدينا الزاوية A O B ثم الزاوية E F G ثم الزاوية H I K إذن كيف سنقوم بقياس هذه الزوايا إذن لقياس الزوايا دائما نستعمل المنقلة إذن المنقلة كما تلاحظون لدينا تدريجات تبدأ من 0 إلى 180 درجة ثم هنا كذلك من 0 إلى 180 درجة إذا ستتعرف على كيفية استعمال هذه الأداة هي المنقلة إذن الزاوية الأولى إذن كما تلاحظون الزاوية دائما تحتوي على رأس إذن لدينا رأس الزاوية ثم لدينا ضلعين إذن الضلع الأول ثم الضلع الثاني إذن دائما عندما نريد أن نقوم بقياس الزاوية نضع المنقلة على يعني منتصف المنقلة في رأس الزاوية وعلى الضلع يعني أن حافة المنقلة يجب أن يكون على ضلع الزاوية على هذا الشكل إذا نضع منتصف المنقلة على الرأس ثم حافة المنقلة يعني هذا الخط على ضلع الزاوية ثم دائما يجب أن تكون المنقلة داخل الزاوية وليس خارجها إذا لدينا تدريجات داخل الزاوية نريد أن نقيس هذه المسافة يعني هذه الزاوية يجب أن يكون تدريجات داخل الزاوية إذن هنا لدينا 0 10 20 إلى آخره إذن سوف نبدأ من الأسفل وليس من الأعلى لأن هنا ليس هناك أي ضلع إذن الضلع هناك في الأسفل إذن نبدأ الحساب من الأسفل 0 10 20 30 40 50 إذن وصلنا إلى الضلع الثاني إذن 60 درجة نقول أن الزاوية A أو B قياسها هو 60 درجة إذن الزاوية الثانية الزاوية E F G بنفس الطريقة إذن لدينا الرأس هو F هنا نضع رأس المنقلة أو منتصف المنقلة في الرأس F ثم لدينا هذا الخط على الضلع الأول E F أو على الضلع E G إذن بنفس الطريقة وكما تلاحظون لدينا تدريجات داخل الزاوية والضلع في الأسفل وليس في الأعلى إذن سوف نبدأ الحساب من الأسفل إذن لدينا 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ثم 110 إذن نقول أن الزاوية EFG قياسها هو 110 درجات إذن الزاوية الثالثة HEK لدينا رأس الزاوية هنا هو E إذن سوف نضع منتصف المنقلة على الرأس ثم الضلع HE أو لا الضلع EK على حافة المنقلة إذا كما تلاحظون هنا وضعنا على هذا الضلع EK إذا كما تلاحظون لدينا الضلع في الأسفل وليس في الأعلى إذا سوف نحسب من الأسفل إذا لدينا 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ثم 90 درجة إذن نقول أن الزاوية HEK يساوي أو قياسها هو 90 درجة يعني زاوية قائمة إذن الآن سوف نتعرف على طريقة رسم أو إنشاء زاوية معلومة إذن مثلا لدينا زاوية قياسها 70 درجة نريد أن نقوم برسمها إذن أولا نقوم برسم نصف مستقيم هذا عبارة عن نصف مستقيم هنا لدينا نقطة وهنا لدينا مستقيم إذن هذه النقطة عبارة عن رأس الزاوية إذن لكي نرسم هذه الزاوية نضع المنقلة على هذا الرأس بمعنى منتصف المنقلة يجب أن يكون على هذا الرأس بهذا الشكل
ثم لدينا الضلع إلى اليمين، إذن سوف نبدأ من اليمين هنا. إذن نحسب 0 10 20 30 40 50 60 ثم 70 ونضع نقطة هنا. إذن هذه النقطة يعني النقطة التي سوف يمر منها الضلع الثاني للزاوية التي قياسها هو 70 درجة. إذن نقوم برسم هذا الضلع الذي يمر من النقطة التي قمنا برسمها ويمر إلى الرأس. إذن هذه هي الزاوية التي قياسها هو 70 درجة. إذن نشكركم على المتابعة، إلى درس آخر إن شاء الله.